السلام عليكم. اهتزت ولاية وهران الثلاثاء مجددا على وقع حادثة أليمة وبشعة. راح ضحية هذه المرة أستاذ جامعي كان يدرس الرياضيات لطلبة قسم البيولوجيا بجامعة وهران 2 بمنطقة بلقايد، حيث عثر عليه الأحد الفارط ملقى على الأرض، وهذا بعد اختفائه في ظروف غامضة. وتداول وسائل التواصل الاجتماعي منشورات للبحث عنها ومحاولة معرفة مصيرها. قبيل أيام معدودات فقط على انطلاق الموسم الجامعي الجديد، فوجئ القطب الجامعي بلقايد بخبر راحل غير عادي للدكتور عبد الله مصطفى، أحد أقدم أساتذته الذي درس فيه مقياس الرياضيات، وقبلها عائلته وأهله الذين فارقهم المغدور البالغ من العمر 69 سنة دون وداع، مخلفا وراءه زوجة وأربع أبناء، بحيث وجد الضحية متوفي على الطريق وفي مكان شبه معزول بجوار ورشة بناء بحي كناستيل بذات الولاية. كما تبين أيضا تعرضه للسرقة بعد تجريده من مبلغ كان يحمله معه، عبارة عن مصروف جيب، هاتفه النقال، ساعة يد، نظاراته، وكل الوثائق التي كانت بحوزته بما فيها وثائق الهوية. إنا لله وإنا إليه راجعون.